تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله ورعاهما وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم بزيارة إلى قيادة الحرس الملكي ولدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وفي مستهل الزيارة عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الوطني الإماراتي والملكي البحريني. السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام الملكي البحريني. وبعدها صافح صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أشقاء الشهيد الرائد عبد الله راشد النعيمي الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني السامي إثر تعرضه لعمل إرهابي مع 4 من منتسبي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء أدائهم مهاما تدريبية مع القوات المسلحة الإماراتية في جمهورية الصومال. بعدها سجل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كلمة في سجل كبار الزوار جاء فيها: سعدت اليوم بزيارة قيادة الحرس الملكي صرح مهم ضمن مؤسسات البحرين الوطنية بما يمثله من رمز لقوة دفاع البحرين وما قدمته من أدوار في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، خالص تمنياتي لمنتسبي الحرس الملكي بدوام التوفيق والعزة.
يا رب وانت اللي عليك التواكيل يا مهلك الجيش الرهاب، يا رب وانت اللي عليك التواكيل يا مهلك الجيش الرهاب، ماضي زمان يا مرسل لبيتك طيور ابابيل تنصر عبادك نصر ما فيه خذلان، اما شهاده تفرح الدار والجيل والنصر يرفع على كل ميدان تحت ابو سلمان، همنا حمالين القايد الاعلى حمد عالي الشان، راس الوفاق قدوه بحول الرياجيل، عز الوطن هو صفوه شيوخ ويلان، يا مري القانا على ضمر الخيل من دعا الداعب والغادر الغاب، يا مري القانا على ضمر الخيل لا من دعا الداعب والغادر الغاب، يا مرحبا يا مرحبا بالمجد والسيف والسيف، الشيخ ابو خالد درى كله وقال مدري نقول الجني في ديره سهيل ولا حبيث بديره اخوه دخان، خلاك ابو خالد محمد لياقيل ابوه زايد برد جده انهيان، فخر العرب ويزول الكيل بالكيل بالطيب، ذخر المعاجين طوفان والحمد لله واثقين بتساهيل، قالتنا معنا والاول ثمن خال، لجات الدنيا وجات التفاصيل للخير والناموس والمجد، عنوان اللي كفوفه بص عايب مظاليل، ولي عهد المملكة ذاك سلمان هذاك ناصر، قادنا بعتمة الليل طول كتايبنا على عزم وإيمان، وهناك خالد يقدم بغير تأويل، يوم ارتكال الحرب ما عاد خسران وحماية الأوطان ما هي تأويل، دام المصير المشترك أقدر وحال من الرفاع لبو ربي عود وهيل، وعلى منا وحدة لو شاركت ألوان، عندي رسالة ما تبي زوج تأجيل توصل كل حاجة، وطالع الخوان وطارف الكوثر إلى وادي أبويل، وشلون تسمعني أجب باقي عدوان، والله ذل غدرهم شر تبديل، حنا وراهم دايم طول الأزمان، يبدون قادتنا شموخ ومداهير تحت الرحم فرسان ومنون شجعة. بعد ذلك قدم الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي هدية تذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة هذه الزيارة، كما تم خلال الزيارة استعراض العلاقات الوثيقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وقد أشاد جلالة الملك المعظم أيده الله بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها دولة الإمارات، وما تشهده مسارات التعاون الأخوي والتنسيق المثمر والعمل المشترك الوطيد من تميز في جميع المجالات بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعبهما الشقيقين، معربا جلالته رعاه الله عن تقديره لما يبذله الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي من جهود مثمرة للارتقاء بالقدرات القتالية التي يتميز بها الحرس الملكي، شاكرا حفظه الله جميع منتسبي الحرس الملكي البواسل على ما يقوم به من واجبات وطنية سامية بكفاءة عالية وروح معنوية رفيعة، متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان من أسلحة قوة دفاع البحرين. هذا وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن سعادته بزيارة الحرس الملكي وتقديره لكافة رجاليه البواسل وما يتميزون به من احترافية وكفاءة عالية، مثنيا سموه على القدرات القتالية والمستوى المتطور الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، سائلا المولى تعالى أن يحفظ البلدين وشعبيهما الشقيقين ويديم عليهم الخير والازدهار والتقدم. وفي ختام الزيارة ودع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله وضيفه الكريم بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. وقد أعرب الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه الزيارة التاريخية المباركة إلى قيادة الحرس الملكي، مؤكدا سموه خالص ترحيبه واعتزازه نيابة عن كافة منتسبي الحرس الملكي لهذه الزيارة.